اختتمت فعاليات كرنفال البندقية بتجمعات ميزها الحاضرون الذين ارتدوا الأزياء التناكورية والأقنعة التي تعتبر سمة المهرجان لكونها تخفي هوية الأشخاص والفرق الاجتماعي بينهم. المهرجان الذي يزيد مدينة الحب والرومانسية جمالا يحظى باهتمام عالمي، فالزوار يأتون من كل حضب وصوب للاستمتاع بسحر المدينة وفعاليات المهرجان. الأمر ساحر، لا أستطيع تفسير الشعور الذي يعترينا عندما نرتدي الأزياء التناكورية، نشعر وكأننا في زمن آخر. الكرنفال الذي بدأ في القرن الحادي عشر كوسيلة للاحتفال تلغي الفرق بين طوائف المجتمع، أصبح اليوم مصدر دخل للمدينة، لا سيما وعدد الزوار يتجاوز يوميا 30,000، يأتون للتنكر والاستمتاع ولكن أيضا للحب.